شهر رمضان يوشك على الانتهاء، لكن أزمة الأسعار لا تزال مستمرة. لا شيء بالكاد تغير، مشهد واحد تكرر في كل الأسواق طيلة الشهر الفضيل. مواطن يشتكي وتاجر عاجز عن تقديم أي تفسير. كلشي غالي، حاجة أساسية كاع الدجاج غالي، كلشي غالي. قال لي إن هنا كان ما يقدرش يعيش، هنا حطوا ما يقدرش يعيش، هنا هكاك حاطين طالعين غاليين بزاف. من مشهد الغلاء ننتقل لمشهد مناقض، ففي ظرف 20 يوما فقط تم تبذير 141 طنا من الخبز بالبليدة، 47 طنا في بجاية، و29 طنا ببسكرة. وبالإجمال قام الجزائريون خلال شهر رمضان برمي 4 ملايين خبزة أو ما يعادل 1000 طن، أرقام تعبر عن حجم الكارثة. كان ما يشلاقي هذا الخبز، بينما نجد عائلة أخرى وللأسف الشديد نظرا للهفة، نظرا للإسراف، نظرا لأن قدراتهم يعني المادية يعني لا بأس بها، يعني يقومون بهذه السلوكات المشينة. أعتقد أنه لابد أن يعمل الجميع على محاربة هذه الظاهرة. من أزمة دينية وأخلاقية إلى أزمة اقتصادية، يفتح تبذير الخبز الباب على موضوع آخر وهو الدعم الاجتماعي. فسعر الخبزة والفرينة التي يصنع منها مدعمان من طرف الدولة، وهما يعني خسائر بالملايير تستنزف الخزينة العمومية. خلف خسائر كبيرة ويكلف أموال طائلة للخزانة العمومية. من جانب الخبز اللي هو مادة الفرينة مدعمة، يترمى الخبز، تبذير نتاع الكهرباء والغاز اللي الخباز يستعملهم في تحضير الخبز هذا. هي تناقضات جزائرية بامتياز، ففي وقت يشتكي مواطن من غلاء الأسعار ويعجز عن توفير حاجياته اليومية، يقتني مواطن آخر بلهفة ثم يرمي نصف ما اقتناه في المزابل.